الفلسطينية في 40 يوماً. إعداد وتقديم عارف ذوابي. يا ابو العبد يلا قوم صلي الصبح مشان تلحق تاكل لك لقمه وتتسهل على العصاره. يلا فز قبل الشيات ما يبردن. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اي انا عارف وين الله بده يتوب علي من هالشكا ومن هالتعب. طول النهار الواحد يلطم بنهد حيله، واخر النهار برجع مثل الكتيل، ويا ريت بفايدي. إلا قلت لك هني هالعشر قروش اللي بتاخذهن شو مساويات؟ ما انت شايف الدنيا والغلا والشوى، اي هو في اشي ضلع ما هو؟ اي انا داري وشو بده يواسي الواحد وشو بده يعمل. هذا ابو صاطي صاحب العصارة احزكة وايده ماجني، ابيعرفش الواحد يأخذ منه لا حق ولا باطل. أي هي الدنيا على خاطره باكي؟ أنا لو مني منك بروح لعنده وبكله كله يا عمي هذول الأجا من كرش بطلني جبني شي عالكليلي شهلهن نتفي، إشو هذا؟ طيب صدقيني إلا اليوم أخش عليه وأحكيله بنص وجهه. أنا بالك مستحي منه، بس بقول تمنها تيجي مناسبة ويبقى الحكي موجب. اتباشري خير، ابو صاطي بيعزني كثير وبيستغنيش عني. امبارح حياد مرك من حدي وكلي صح بدنه. يلا اقعدي بالعافيه والله يجيب اللي فيه الخير. صح بدنه يا ابو العبيد، زيحتوا هالجفت لغادي شوي، خلي الناس تعرف تمره. روح ساعد اللي بصف كفاف الدريس على المجبس، وجيب براميل البيت في بعض، بلاش يبكين ناقصات في كل واحد. حط الزيتات العتيقات عجدان، في جاي واحد بجوز زف الكليات الدلم جاي. طيب ان شاء الله، بس شو بدي اقول لك يا ابو صاطي، ودقيت بدي اياك تشيل 200 على جنب. خير يا ابو العبيد؟ ابنفعش الغراف هيك على الواقف، بس عيات بس اخلص الشغلات اللي قلت لي عنهن بجيك وبخرفك. طيب بس شد حيلك وشهلي شوي. ان شاء الله. يا ساتر دستور. ابر يا ابو العبيد، افش حدا، تفضل. اصب لك شاي؟ يخلف عليك وتشفر خيرك. نص الكوباية بس، تراتني صرت مكربع فوق الخمس ست كوبايات من الصبح. تفضل يا ابو العبد. خير؟ يخير من دارك. هذا بقول انا صار لي فوق الخمس ست سنين بشتغل عندكم، يعني كايم بشغل 3-4 شغيلي، وهالعشر قروش اللي بتنطيني اياهن هني بطل اللي جبني شي يا ابو صاطي. فانا بقول تزيد هني كتيفي، لأنه اللي قبلي واللي بعد زدتهم، وأنا مثل منا. آه يا أبو العبد، شو بدي أقول لك؟ منيح اللي فطنت، ترى بكيت بدي أقولكم اليوم تالي نهار، بس مبين عمرك أطول من عمري. تالي نهار؟ شو بكيت بدك تقولنا؟ بدك تزيدنا ها؟ بتعرف يا أبو العبد، هالأيام ما في السوق، والأسعار والمذهب تهوي، والحالة واقفة، فأنا كنت بدي أفنش لي عشان الواحد من الشغيلة، والبكية بتشفيه بتسع قروش، ما بتوفيش معي، أضل أدفع عشرات يا أبو العبد، علي النعمة قاعد بدفع من جيبتي يا زلمة. يعني بدكش إياني أشتغل عندك؟ إيه أنت أبو العبد ما بستغنيش عنك، ولو بفنش كل الشغيلة، أنت راح تظل. الله يثري ثريتك ويخلينا إياك يا أبو صاطي. واسمع يا أبو العبد، بس ما تقولش لحدا. طيب
سرك في بير يا ابو ساطي، احكي شو في. انت دون هالشغيله كلياته بدي ازيدك نخره ليش؟ يعني رايح تضل دغري 10 قروش. الله يكثر خيرك ويبارك فيك، الله يعمر بيتك ويفرحك بحبايبك يا رب ويمد بعمرك، الله يمسيك الخير، الله يخلي لنا اياك يا رب. يلا تقعد بالعافيه، الله يكثر خيرك. كان زيادك كان اي العالم هاي ما بتجيش الا هيك. كنتم مع حلقة جديدة من حلقات تعلم الفلسطينية في 40 يوما، إعداد وتقديم عارف ذوابه.